تحت رعاية سامية من لدن عاهل البلاد المفدى، اختتمت فعاليات مسابقة القارئ العالمي عبر الإنترنت التي تنظمها إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبدعم من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وقد حصدت مملكة البحرين المركز الأول في فرع القارئ المجود عبر متسابقها القارئ علي صلاح من بين أكثر من 9000 مشارك من مختلف دول العالم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ورتل القرآن ترتيلا. نجوم لمعوا في سماء مملكة البحرين، قرأوا وجودوا آيات كتاب عظيم، فأتقنوا وأجادوا فارتقوا ونالوا حظوة إلهية ومكانة بين الناس. مسابقة القارئ العالمي في نسختها الثالثة، ها هي تسدل الستار عن الفائزين في مختلف فروعها المخصصة للذكور والإناث، للصغار والكبار، لكل إنسان مسلم على وجه الأرض. هذه المسابقة التي أستطيع أن أطلق عليها أكبر مسابقة قرآنية في العالم، تسخر فيها التكنولوجيا لخدمة القرآن الكريم، توحد المسلمين جميعا على كتاب الله. هذه من المسابقات التي لها مكان خاص في قلبي. أحمد الله أن وفق البحرين في أن تكون هي من قامت بهذا، وأهدي هذه المسابقة وأرفع تقديري وشكري إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الذي دعم هذه المسابقة منذ بدايتها، وأتمنى من الله أن تزداد هذه المسابقة ويزداد عدد المشاركين فيها وعدد محاكميها، وبإذن الله نستطيع أن نصل بهذه المسابقة إلى كل بيت وإلى كل متسابق في 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 مجال حفظ القرآن الكريم. 4 أعوام منذ تدشين هذه الفكرة العبقرية التي جمعت آلاف المشاركين من شتى دول العالم عبر فضاء الإنترنت في سابقة فريدة هي الأولى من بين الدول. أن أهدي هذا الفوز لراعي المسابقة الكريم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه على هذه الرعاية الكريمة وهذه الجهود المباركة الجبارة في رعاية هذه المسابقات، ثم أهدي الفوز لوالدي ويعني على صبرهم ورعايتهم ودعائهم، ثم لمشايخي ويعني الذين تابعوني وصححوا لي خلال هذه المسيرة. المسابقة طويلة، نعم تعبنا فيها، نعم، لكن الحمد لله كللها الله بالتوفيق والنجاح ولكل مجتهد النصيب. أحمد الله تعالى على هذا الفوز بفضله وجوده وكرمه، وأشكر والدي الكريمين جزاهم الله خيرا وأطال في عمرهما وبارك في صحتهما، وأشكر مشايخي جميعا جزاهم الله خيرا، ثم أشكر دولة البحرين الشقيقة على تنظيم هذه المسابقة تنظيم محكم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد ويجعله آمنا مستقرا رخاء سخاء. أنا فرحان بزاف حشدت اللقب الأول ديال القارئ العالمي، بالضبط القارئ الصغير، وصراحة تنهدي هذه الجائزة لكل الملك محمد السادس نصره الله، والشعب المغربي، والوالدين ديالي، والشيخ ديالي، الشيوخ ديالي، منذكر منهم الشيخ السي بن مهان والسي الأسلامي محمد. ما أروعها من طريقة تحفز الناس إلى كلام ربهم مهما تباعدت بلدانهم. بوابة فتحت للمشاركة بشكل فردي أو عبر المؤسسات القرآنية، كما وخصصت جائزة منجم القراء لتلك الجهات التي تشارك بأكبر موكب من القراء في هذه المسابقة. بفضل الله وجهد فريق العمل المبدع الرائع وراء هذا الفوز الذي وصل الليل بالنهار ليستطيع أن يوفي إقبال المتسابقين على المؤسسة، ونحن قد شاركنا في هذا العام ولله الحمد والمنة ب2525 متسابق، ما يعادل 26% من المتسابقين من إجمالي المتسابقين في هذه الدورة. دورات ثلاث مضت حملت في طياتها مزامير ندية وحناجر ذهبية، بلغ عدد المشاركين فيها منذ الانطلاق حتى اليوم نحو 22,000 متسابق ومتسابقة. هنا اجتمعت كتائب الإيمان والقرآن، فالمنامة كانت ولا زالت محضنا لحامل شرف ذلك الكتاب
الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.